بالقانون. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في الشارع التونسي في موضوع بالقانون، هو شنو عقوبة الاعتداء على الملك العمومي. خنفسروا ساعة شنو الملك العمومي في حد ذاته، ماذا يعتبر ملك عمومي، وقتاش يولي الاعتداء ينجر عليه عقوبات، فيش تتمثل عقوبات، هل مظاهر اللي نشوفوها من رشق بالحجارة أو تكسير أو تهشيم لوسائل نقل وما إلى ذلك، هل يندرج صلب الاعتداء على الملك العمومي وإلا لا؟ الإجابة جينا من عند الأستاذة انتظار سنوسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة. صباح الخير ونهاركم زين، محلاكم ومحل الغناء ومحل الجو الإيجابي اللي تنشروا فيه. مشكورة جدا أستاذة على التفاعل معنا، في كل مرة الإجابة تكون شافية. معاك اليوم الموضوع كما قلنا الاعتداء على الملك العمومي، شنو النجم نعرفه في علاقة بالقانون التونسي؟ هو إذا كان نعطيك تعريف ولو مبسط وبسيط باش السادة المستمعين يفهمونا، هو الملك العمومي راهو في كلمة بسيطة هو ملكنا، هي أملاكنا، هي متاعنا، هي المدارس متاعنا، هي الكياسات اللي نسيروا فيها، هي المؤسسات، هي البلديات، هي كل ما هو نعيش فيه ونتمتع بخيراته، ذلك هو ملكنا، مش ملك الدولة، هو ملك المواطن التونسي. هذا هو الملك العمومي إذا كان الإنسان يكون عنده وعي بأنه ما يحيط به هو ملك من أملكه، هو مالك معناتها تابع ليه، احنا صرفنا عليه واحنا المنتجين فيه واحنا اللي نتمتع به. هذا هو التعريف الملك العمومي اللي بالطبيعة تسير الدولة وتسير مؤسسات الدولة إداريا وإجرائيا وقانونيا، تحتكم عليه الدولة وتديره الدولة. جو دي نامبورت كوا، نعطيك مثال، ديما نقولوا مثلا البلدية، البلدية هي ملك للمواطن، هذا هو المثل المبسط، لأن البلدية هي المؤسسة، أقرب مؤسسة للمواطن التونسي، يمشي خارج منها مضمون، يمشي يكتب فيها الزير، يمشي يعمل تعريف بالإمضاء. تلك المؤسسة اللي هي ملك من أملاك الشعب التونسي تديرها الدولة وينتفع بخدماتها المواطن التونسي. هذا هو إجمالا أو تقريبا في تبسيط جدا ومبسط جدا جدا لمفهوم الملك العمومي. إذن هذايا المفهوم ملك العمومي. اليوم برشا ظواهر راوها من رشق الحجارة أو تكسير أو تهشيم لوسائل النقل، هذايا كيفاش يمكن يندرج؟ والله هي فما النظرية العامة للقانون، بمعنى قولي ما معنى النظرية العامة للقانون؟ بمعنى النظرية العامة للقانون أني أنا كمواطنة تونسية ما عنديش الحق سيدتي الكريمة أني باش نعتدي على سيارتك. هذا هو المبدأ العام، سيارتك الخاصة بك. المبدأ العام أيضا أني ما عنديش الحق أني نعتدي على السيارة اللي تابعة للبلدية. هو هذا المبدأ العام، أنه إحنا ممنوع علينا الاعتداء لأنه هذاك يعتبر إضرار بملك الغير، وإلا نعتدي على موظف عمومي، وإلا نعتدي على أي من الإجراءات أو المؤسسات أو الأملاك التابعة للخاص أو العام. في كل هذا وذا أي اعتداء إجمالا، يعني فما كما قلت لك النظرية العامة للقانون، أي اعتداء على ملك الغير، الإضرار بملك الغير، أو افتكاك ملك الغير، أو التحوز بملك الغير، أو اعتداء على عقار تابع للغير، او نقول احنا مشاغبه ملك الغير، نجم نجيك انا لدارك نعتدي عليك، ولا نحاول نخرجك من الدار، ولا نكسر الابواب ولا النوافذ، ولا كيما قلت لك سيارتك. هو خطان متوازيان يلتقيان، الاعتداء على ملك الخاص والا الاعتداء على الملك العام، كلاهما يجرمهم القانون بعقوبات صارمة، بعقوبات يعني معناتها نقول أنا تطلع أحيانا في سلم العقوبات إلى أقصاها. ولكن هنا، لأنه سؤالك تحديدا وهنا نجيو للخاص، ما هو الاعتداء على الملك العام وما هي عقوبة الاعتداء على الملك العام؟ وهل الاعتداء على الملك العام هو أكثر خطورة وأكثر جسامة من الاعتداء على الملك الخاص؟ انا نحب هنا نحل قوس صغير سيدتي الكريمة ونعطيك مثال. ما حصل في الثورة التونسية، وكل انسان شي نجم يسميها، ما حصل في الثورة التونسية، اك الاعتداءات، اك حرق العجلات، حرق الطرقات، اك النهب اللي صار للمؤسسات الخاصة والعامة، اك الناس اللي دخلت للقباضة وسرقت القباضة وسرقت البنوك، ما حصل هذا يجرمه القانون بنصوص خاصة تسمى تكوين عصابة او تكوين جمع مركب من عدة أشخاص لارتكاب جنايات أو جنح، وهنا ندخلوا في سلم العقوبات. وقت اللي أنا نعتدي على الملك الخاص تجب تكون العقوبة في جنحة، في عقوبة عادية ما تتجاوز 5 سنوات سجن،
الاعتداء على ملك الغير أو الإضرار بملك الغير. بينما عندما يقع الاعتداء على أملاك الدولة فإن العقوبة ننتقل بها إلى نص الجناية الخطيرة اللي يصل فيها العقاب إلى 10 سنوات وأحيانا يصل إلى المؤبد. نعطيك مثال، مثلا هاتك المؤسسة العسكرية، حرمة المؤسسة العسكرية، هاتك حرمة الوزارات، هاتك حرمة المؤسسات العامة العليا. في هذه الحالة يشدد القانون إلى أقصى. يعني المواطن التونسي، الناس اللي تسمع فينا واللي وقت اللي يمس معناتها مؤسسة من مؤسسات الدولة أو ملك من أملاك الدولة أو حتى ورقة من ورقة، تقولي ما معنى ورقة؟ من يختلس ورقة من ورقات الدولة؟ من يختلس مضمون أو يدلس مضمون؟ من يختلس عقد من عقود تابع للدولة؟ إذا كان يعملها المواطن تكون فيها العقوبة المشددة، وحتى إذا كان يعملها الموظف أو يرتكبها الموظف تكون العقوبة كذلك مشددة. كل متعلقات الدولة وكل محيط الدولة أو ما شابه محيط الدولة وكل ما يحيط بمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والملك العام، الإنسان اللي يجي يكسر نافذة تابعة هذا هو، خلينا نعطيو أمثلة نقربوا المواطن التونسي باش نكونوا معناتها واضحين أكثر. اللي يمد يده ويكسر شباك تابع المترو، المترو هو ملك من أملاك الدولة، أو نقول أنا حافلة تنقل التلاميذ اليوم التلاميذ داخلين المدارس، اليوم احنا تونس مزدانة بتلاميذنا بطلبتنا، تونس يعني باقة من الورود، المنظر الجميل هذاك اللي احنا كتوانسة لازم يكون عندنا الوعي باش نحافظوا على الملك هذاك لانه نتاعنا، يعني احنا ننتفعوا به. نعطيك مثال وتوا حديثي يجبد حديث محل شاهد في البلدان الاسكندنافيه، المواطن التونسي يحافظ على املاك الدوله اكثر، صدقني اكثر من محافظته على املاكه. وحتى وقت اللي يشاهد معناتها فجاه انسان يعتدي على حافلة، على مؤسسة عامة، على سيارة تابعة للدولة، على أي ملك من أملاك الدولة، يقع التبليغ حالا من أي مواطن في البيي سكاندناف لأنه يعتبر هذا واجب، واجب التبليغ. فما بالك بواجب الحفاظ، ناس معناتها لا تلقي بفضلات، ناس تحافظ على ممتلكات ومعناتها ملك ممتلكات الدولة، ولكن في النهاية هي تعود علينا بالنفع. والمواطن التونسي اللي يمد يده ويعتدي على شباك ولا على نافذة ولا سيارة تابعة للدولة يلزم يحضر روحهم إلى أشد العقوبات، لأنه هذا يندرج. سامحني أنا بدي نتحمس لأني ساعات ننغروا على بلادنا ونغيروا عليها البلاد العزيزة الغالية، لأن أمانة في رقابينا وقبل القانون سيدتي الكريمة وقبل العقوبات وقبل المؤبد وقبل العقوبات السالبة الحرية وقبل ما ندخل الناس السجن. لابد من ان المواطن يكون واعي بانه هذاك ملكه، وانه اذا كان يمد يده ويعتدي عليه راه العقوبه تكون مشدده، تصل الى 10 سنوات سجن وتصل حتى الى المؤبد. وبالتالي هنا دعوه باش نحافظوا، دعوه باش نكونوا واعيين، بعد باش نوعيوا تلامذتنا واولادنا. اكل المدرسه اللي يقرا فيها اللي يغرس فيها شجره ما يمدش يده على طاوله المدرسه، ما يمدش يده على الشبابيك او نوافذ المدرسه بالتكسير او بالتهشيم او بالتليف، حتى كستيلوات اللي يكتبوهم على الحيطان هذيك راهي تلوث بلادنا العزيزه الغاليه. والقانون دائما وابدا هو رشع الصدى، ما يقع في الشارع سيدتي الكريمه نجد له صدى في المحاكم، والعقوبات مشدده ومشدده جدا. وبالتالي الناس لازم ترد بال على ارواحها وتوصي وليداتها، لانه كما قلت العقوبات صارمه وصارمه جدا. وانتم مشكورين سيدتي الكريمه في هذا الظرف انكم تصيروا هكذا مواضيع اللي هدفنا مش العقاب وانما هدفنا التوعيه، توعيه المواطن. الهدف الأساسي التوعية. مشكورة جدا على كل هذه التوضيحات الأستاذة انتظار السنوسي اللي في كل مرة هوك تقدم لنا الجانب القانوني والجانب زادة التوعوي، والرسالة اللي وصلتها راه مش الهدف هو العقاب في حد ذاته بقدر ما هي راهي نشر ثقافة وعي كامل في عدم المساس أو الاعتداء على الملك العمومي. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس اف ام. كنت بالقانون مواصل معاكم حتى ال11.